المصريون من سباتهم مشدوهين مبهوتين، وقد أحسوا أن أنفاسهم تخرج سهلة من صدورهم لتستنشق نسمات 23 يوليو، مولد الثورة، مولد العزة والكرامة. والتف الشعب المصري حول مشروع قومي واحد. تيمو مش عبيد، تيمو ده حويد، المشكلة المية للأجيال الجاية. انت بتعمل ايه يا وحيد عصرك؟ بحول الهوا المية. ايه؟ ايوه، باعتبار ان انا عبقري قلت اساهم بمعلومات الفازة في حل مشكلة المية. معلومات فازدة، منك نستفيد. اعلمك انا بقى، المية عبارة عن ايه؟ اكسجين وهيدروجين. وبعدين؟ العبد لله بقى جاب الهيدروجين، يبقى فاضل ايه؟ كمل يا فصيح. اصحى معايا، فاضل الاكسجين، هنجيبه من الهواء، هنعبي الهواء في البلالين ونحطها هنا، وندخل الهيدروجين من هنا وندوس على الزرار ده كده اهو، وتفرقع يا عبقري. مع انك خيالي بس تعالى اوريك انت فكرتني بايه. فكرتك بايه يا فيرو؟ السد العالي الحضري. لا يا تيمو، انا قصدي السد العالي اللي في اسوان. زي الايام دي كان المصريين بيفكروا يبنوا السد العالي، وكانت فكرة خيالية للمهندس العبقري أدريان داميميوس. عبقري زميل يعني. كان مرة في زيارة للنوبة وقال لي ما نعملش سد كبير هنا يحجز المية ويحمي مصر من الفيضان ونولد منه كهرباء. ويا ترى بقى قبلوا فكرته بسهولة ولا لا؟ لا طبعا، قالوا عليه مجنون وطردوه واتريقوا عليه. ولما قامت ثورة 52 راح قابل الرئيس عبد الناصر اللي تبنى الفكرة وبقت حلم الشعب كله. وده معناه يا تيمو ان اي فكرة مهما كانت خيالية ممكن يجيلها يوم وتتحقق.